نشوف الليفر. الليفر is soft, valuable, largest gland in the body. هو ناعم وأضخم غدة في الجسم, ويمتد من under the diaphragm in the right hypochondrium and epigastric region, extending into left hypochondrium. الحين الجسم مو إحنا قسمناه إلى right hypochondrium و epigastric region و left hypochondrium و أجزاء أخرى. بالنسبة للليفر هو يمتد في هذه الأجزاء من الجسم, هذا الرايت هايبوكوندريوم والإبيجاستريك ريجن يبدأ من عندها ويمتد إلين هذا الليفت هايبوكوندريوم. أيضا قال لك هو أندر الدايافراغم, تحت الحجاب الحاجز, يعني فوقه الحجاب الحاجز, هذا هو الدايافراغم وهذا الليفر تحته. وأصلا لما ندرس أسطح الليفر راح نجد أنه عنده سطح حجاب حاجزي, diaphragmatic surface. ليش؟ لأنه under the diaphragm. أيضا هو intra-peritoneal organ, يعني هو يعتبر عضو من الأعضاء المغطاة بالغشاء البريتوني. Surfaces of the liver, أولا diaphragmatic surface تحت الديافراغم, والفيسرال سيرفس يعني أيضا عنده سطح من الأحشاء, يعني فوقه أحشاء مختلفة, فيسرال سيرفس, وهو molded to adjacent viscera and is therefore irregular in shape, يعني هو molded عشان يصير مناسب للأحشاء اللي حوله, عشان كذا شكله غير منتظم, يعني هو مثل الصلصال اللي لما ترمينه بياخذ وضعية أو يتشكل حسب الأعضاء اللي حوله, عشان كذا شكله غير منتظم. أجي عند اللوبس حقة الليفر أو فصوص الليفر, عنده أربعة فصوص. الرايت لوب الفص الأيمن, وهو منفصل عن الفص الأيسر بواسطة فالسيفورم ليجمنت, هذا هو, هذا عندك الرايت لوب وهذا الليفت لوب, وهذا الأبيض هو الفالسي فورم ليجمنت, فاصل الأيمن عن الأيسر. وعندي الثالث الفص الثالث هو الكواديات لوب, وهو موجود بين مين؟ بين الليفت لوب والإنفيريور فينا كافا. شوفي هنا, هذا هو الإنفيريور فينا كافا وهذا الليفت لوب, هذا الليفت لوب وهذا هو الكواديات موجود بينهم. وأيضا الكوادريت لوب موجود بين مين؟ بين الجال بلادر وبين الليفت لوب, هذا هو الكوادريت. فإذا الكواديات لوب موجود بين الليفت لوب والإنفيريور فينا كافا, والكوادريت موجود بين الليفت لوب والجال بلادر. نيجي عند البورتا هيباتيز أو الهيلوم, يعني هذا مثل البوابة أو المدخل الموجود في الليفر. الهيلوم حق الليفر is found on the poster inferior, يعني أسفل خلفي, السطح الأسفل الخلفي في الليفر, وهو يكون موجود بين الكواديات والكوادريت لوبس, بين هذول الفصين, يعني هنا هذا الكواديات وهذا الكوادريت, هنا الهيلوم مثل البوابة اللي تدخل فيها الشرايين أو تدخل منها الأوردة والشرايين. الأبر بارت of the free edge of the lesser omentum is attached in its margins. تذكرين الليزر أومنتوم اللي في المعدة, مو إحنا قلنا المعدة فيها greater omentum وليزر أومنتوم, هذه مثل الطيات على المعدة. أنا عندي طية اسمها ليزر أومنتوم, تبدأ تطلع من وين؟ من الهيلوم حق الليفر إلى ما توصل المعدة, وبعدين ترجع تنطوي على الهيلوم. فهو بس يبي يقول لك انه الهيلوم اجزاء منه مرتبطة بالليزر اومنتوم. شوفي هنا موقع الارتباط, هذا الكبد مثل ما قلنا
هنا راح يكون الهيلم، المكان اللي يدخل منه الأوردة والشرايين، وهنا هذا الجزء اللي فوقه هو الاتاتشمنت مع الليزر اومنتوم. In the portahibites lie the right and left. طيب هنا يقول لك مين اللي يدخلون بالهلم، مين اللي يدخلون مع ذي البوابة. عندك الرايت والليفت هيباتيك دكت، والرايت والليفت برانش من الهيباتيك ارتري والبورتال فينز. نشوف دعم الدم البلود سبلاي او تدفق الدم في الليفر. اولا بالنسبة للشرايين عندك الهيباتيك ارتري، الشريان الكبدي، هذا يتفرع الى ايمن رايت هيباتيك ارتري وليفت ليفت هيباتيك ارتري، وكلهم يدخلون البورتال هيباتيز. وعندك البورتال فين بالنسبة للاوردة اللي هو الوريد البورتال اللي من اليوم نشرح عليه. وبالنسبة للأوردة قلنا درين يعني يسحب، فالبورتال فين هذا يسحب من أوردة الجي اي تي، أعضاء الجي اي تي، ثم يتحول إلى هيباتيك فينز اللي داخل الكبد، ثم اللي هي نعم emerged from the liver يعني داخل الكبد، ثم تصب وين في الانفيريور فينا كافا اللي هي البورتال سيركوليشن. بالنسبة للجالبلادر يقولك ان الجالبلادر is a pear shaped sac، هي كيس شكله كمثري، هذا هي. وين وصلت؟ وهي في الاندر سيرفيس اوف ذا ليفر، يعني هي تحت الليفر، متعلقه تحت الليفر. its capacity قدرتها او قدرتها على تخزين السائل قديش تخزن؟ تخزن من 30 الى 50 ملي لتر من السائل حقها اللي هو الصفار البايل. it has three regions مقسمه الى ثلاثه مناطق، funds قمم، وبادي جسم، ونك رقبه. it's drained by cystic duct، والcystic duct هذه تندمج مع الهيباتيك duct عشان يكونون شيء اسمه بايل دكت. يعني من يغذي الجالبلادر او المرارة، من يغذيها؟ يغذيها قناة الصفار البايل دكت. البايل دكت عبارة عن ايش؟ عبارة عن سيستيك دكت زائد هيباتيك دكت، هذول الاثنين يتعاونون مع بعض يكونون بايل دكت. البايل دكت هذه هي التي تصب فيه او تغذي الجالبلادر. طب وش وظيفة الجالبلادر؟ تخزن وتركز البايل، الصفار، مادة اسمها صفار بايل، تخزنها وتركزها. هذا الصفار ينتجه الليفر، يعني الليفر يطلع لي بايل، البايل هذا يروح عند الجالبلادر يقعد فيها يتخزن ويتركز. طيب متى البايل يتحرر؟ البايل هذا يطلع من الجالبلادر إلى الدودينيوم، في الدودينيوم، يعني هو ينطلق من الجالبلادر إلى الدودينيوم اللي هو الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة، هذه يطلع منها في وين؟ متى؟ لما عضلة سفنكتر، عضلة تكون ريلاكست منبسطة أو مسترخية، لما هذه العضلة تكون مسترخية يطلع الصفار من الجالبلادر ويروح يغذي الدودينيوم. هذه العضلة اسمها هيباتوبنكرياتيك سفنكتر، العضلة البنكرياسية الكبدية. لما تسترخي ينطلق الصفار او البايل من الجالبلادر الى الدودينيوم. طب وش وظيفته البايل هذا اللي مسوي لنا سالفة؟ يقول لك انه املاح البايل وفايدتها تحطم اللبد او قطرات اللبد الدهون، تحطمها، وهذه العملية اسمها emulsification، هذه فايدة البايل. مين يغذي المرارة من ناحية الدم، من ناحية الاوردة والشرايين؟ من ناحية الشرايين عندك السيستيك ارتري، السيستيك ارتري هذا هو الشريان الذي يغذي الجالبلادر، وهو فرع
من الرايت هيباتيك ارتري. هنا قلنا الهيباتيك ارتري يتفرع الى رايت وليفت. الرايت هيباتيك ارتري فرع منه اسمه سيستيك ارتري، هذا هو الذي يغذي الجالب لادر. والسيستيك فين الوريد السيستيك هذا ايضا يسحب، بالنسبة للأوردة قلنا درينز يعني يسحب من الجالب لادر ويصب في البورتال فين، بعدين البورتال فين يصب الهيباتيك فينز، والهيباتيك فينز تصب الانفيريور فينا كافا، وهذه كانت مثل ما سميناها البورتال سيركوليشن. هنا مثل ما انت شايفة عندك هنا هذه هيباتيك دكت، قناة كبدية، وهذه سيستيك دكت، وثنتين يصبون في، تبدأ من هنا البايل دكت. البايل دكت هذه تستمر إلى ما تخترق البنكرياس. عندي هنا عضلة، لو كانت اللي هي الهيباتو بنكرياتيك سفنكتر لو كانت منبسطة راح، أو يعني ريلاكس، راح يعبر الصفار البايل من الجالب لادر إلى الدودينيوم، حيث يحدث الإميو ليسيفيكيشن اللي هو تحطيم الليبيد بواسطة البايل سالتس. نيجي عند البنكرياس. البنكرياس is an elongated structure that lies in the epigastric and the left upper quadrant. هو عبارة عن شكل مستطيلي موجود في تقسيمات الجسم، إذا تتذكرينها اللي هو الجانب الإبيجاستريك هذا واحد، والليفت أبر كوادرت الربع العلوي الأيسر، ومنطقة الإبيجاستريك أو الفوق، مدري فوق مدري إبيجاستريك إبيجاستريوم، هذه لازم تشوفينها بالصور. أيضا يقول لك it is soft and lobulated يعني ناعم ومفصص، البنكرياس فيه فصوص. On the posterior abdominal wall behind the peritoneum يعني هو ينتمي لا عفوا behind يعني خلفه، مو هو معلق فيه إنما خلفه، مو هو أثناؤه، مو هو within it، على عكس الكبد الليفر. الليفر كان intra peritoneal لكن البنكرياس ريترو يعني لا ينتمي للغشاء البريتوني، ما يغطي الغشاء البريتوني. أيضا هو يقع في البوستيريور أبدومينال وول يعني في الجانب السفلي الخلفي، في الجانب الخلفي من المعدة، ولا ينتمي للغشاء البريتوني أو غير محاط بالغشاء البريتوني، وهو عبارة عن عضو ناعم ومفصص، والحين نشوف أجزاؤه أو فصوصه. The pancreas is both exocrine and endocrine gland. هو يعتبر غدة exocrine وendocrine. الexocrine تبث مباشرة في الدم، الendocrine لها قنوات، هذا الفرق. The exocrine portion of the gland produces a secretion that contains enzymes capable of hydrolyzing protein والفات والكربوهيدرات. يعني بس بيقول لك إن الجانب أو الغدة الexocrine منه تفرز إفرازات تحتوي على إنزيمات. هذه الإنزيمات قابلة أو وظيفتها هي هيدرولايز، تحليل أو هضم البروتينات والدهون والكربوهيدرات أو السكريات. البنكرياس مقسم إلى رأس هيد ورقبة وبادي وتيل، هذه عندك هنا الهيد. الهيد هو اللي ماخذ وضعية السي، شكل السي مع الدودينيوم، هذا الجانب من البنكرياس هو الهيد. أول جزء بعده راح يكون النك، أول جزء بعده اللي هو الأطول راح يكون البادي، وآخر واحد راح يكون التيل أو الذيل. The head of pancreas lies within a C-shaped concavity of the duodenum يعني هو الجزء اللي قريب من C-shaped حق الدودينيوم، رأس البنكرياس. أيضا جزء، مو الرأس كله إنما جزء من رأس البنكرياس، extend to the left behind the superior mesenteric vessels and is called the uncinate bosses. عندك vessels أوعية
اسمها أنستينيت بروسس، جزء من رأس البنكرياس يمتد إلين عندها. طيب نشوف قنوات البنكرياس. عندك البنكرياتيك دكت، هذه تبدأ من الذيل وتمتد على طول البنكرياس، ثم تنفتح على وين؟ على السيكوند بارت اوف ذا دودينيوم. الدودينيوم مو احنا قسمناه فيرست بارت وسيكوند بارت، هذا هو من هنا الى هنا، هذا السيكوند بارت. تنفتح اذا هذه البنكرياتيك دكت، تبدأ من الذيل تمتد على طول البنكرياس، تنفتح على الدودينيوم مع البايل دكت، هي والبايل دكت ينفتحون على الدودينيوم من وين؟ من مثل الباب اسمه ماجور دودينيال بابيليا، هذه هذا الماجور دودينيال بابيليا هذه. ولاحظي انه الحين هذه البنكرياتيك دكت بدأت من التاير امتدت الين هنا، وفجأة مين انضم معها؟ انضم معها البايل دكت، قناة البايل انضمت معها، وكلهم الثنتين يدخلون على الدودينيوم من الماجور دودينيال بابيليا. هذا مثل طريق جامعتنا صح؟ ما ادري ليش اتذكرت لما تكونين طول الوقت ماشي في طريق مكة طريق مكة طريق مكة، بعدين هنا يجيك الدائر الشرقي والبايل دكت هذه خريص، فجأة الدائر الشرقي ينضم معك طريق خريص وصرتي في طريق خريص، خلاص مسكتي طريق جامعتنا أو دخلتي على الدودينيوم من الماجور دودينيال بابيليا. هذه البنكرياتيك دكت. عندك قناة ثانية اسمها أكسسوري بنكرياتيك دكت، من اسمها أكسسوري يعني زايدة، مهي موجودة في كل الناس. أوكيورز إن 3% إلى 10% فقط من البيبر، وهي drains the upper part of the head، موجودة في الجزء العلوي من رأس البنكرياس، ثم تنفتح على الدودينيوم، وهي يقول لك إنها أعلى بشوي فوق بشوي من المين دكت اللي هي البنكرياتيك دكت، هي فوقها بشوي، وتدخل من منفذ آخر مو هو الماجور دودينيال بابيليا، اسمه ماينور دودينيال بابيليا. هذه الأكسسوري بنكرياتيك دكت، أنا غطيت عليها بسهم طريق خريص اللي هو البايل دكت، هي هذه الصفرة الصغيرة اللي وراء، هذه الأكسسوري دكت، وهي تدخل مثل ما أنت شايفة من هذه الدائرة، دائرة ثانية اللي هي الماينور دودينيال بابيليا، ماينور ثانوية. بالنسبة للبلد سبلاي، بالنسبة للشرايين، عندك الشرايين السبلينيك والسوبيريور والإنفيريور بنكرياتيك هو دودينيال أرتريز، هذه الشرايين، هذه الشرايين هي اللي تغذي البنكرياس. نفسها كورسبوندينج فينز، بالنسبة للأوردة هي نفس الشرايين، هي الأوردة الموازية للشرايين، يعني راح نقول السبلينيك والسوبيريور والإنفيريور بنكرياتيكودودينيال فينز، هذه هي الأوردة الموازية للشرايين هذه. وطبعا الأوردة راح تكون إيش؟ من البورتال سيستم.